طيب خليني أوضح نقطة مهمة جدا. إحنا يعني أقول يوميا بنقعد مع التجار والصناع، وزي ما ذكرت السلع الأساسية في هذه المبادرة تصل إلى 10 سلع. هناك يعني اختلافات في أسعار بعض السلع، ده أمر معلوم، إنما السلع تحت ظلة المبادرة زي ما قلنا السكر هو 27 جنيه للمستهلك النهائي. ليه بقى يا عمرو بيه بنقول كده؟ لأن إحنا قدرنا من خلال البورصة المصرية للسلع إن إحنا نطرح في كل جلسة ما يصل إلى 20,000 طن من السكر. لو أنا بتحدث في الشهر يعني يبقى أنا عندي ما يقرب من 100,000 طن بيتم طرحهم من خلال البورصة المصرية للسلع. أنت إجمالي الاستهلاك بتاعك في الشهر يصل إلى 170,000 طن، فأنت عندك تقريبا إن التلتين بيتم إمداد التجار والسلاسل التجارية بسعر 24,000 جنيه للطن على البورصة، وهناك التزامات من قبل التجار وشركات التعبئة. انتوا بنفسكم قلتوا ان في مشكلة مع البقالين، في مشكلة مع الناس اللي بتبيع. انتوا نفسكم طلعتوا كتموين بيانات انه هذا يحدث. الناس يا فندم مش دايما بتلقى الاسعار ديت، وفي ظل ما قاله مجلس الوزراء اليوم من تأثيرات يجب ان احنا نشوف طريقة. خلي بال حضرتك، المبادرة بدأت بقالها 20 يوم بالضبط، قلنا مدة المبادرة دي 6 شهور، فانت بدأت الحقيقة بالتنسيق مع القطاع الخاص انك تطرح هذه السلع الى ان تصل الى كل المنافذ وكل السلاسل وكل المنافذ حتى المتحركة. بتاخد على الأقل بتاخد شهر ونص يا عمرو بيه. النهاردة زي ما ذكرت، هل عندك السكر ب 27 جنيه للمستهلك النهائي؟ موجود، ده أنا بتكلم على السعر الحر. عندنا في المنظومة التموينية ب 12 جنيه و 60 قرش. لما ببص على الرز، طب ما هو موجود ب 22 23 جنيه حر، كان بكام وبقى بكام؟ الزيت موجود من أول 39 جنيه. فبالتالي لأ، هناك بالفعل الحقيقة هذه الأسعار انكسرت على المستهلك النهائي. الدولة بتقوم بدورها وأكثر في توفير هذه السلع بأسعار عادلة، وهذه السلع متاحة ومتاحة على مستوى الجمهورية. ممكن أقول في نسبة نفاذ مثلا تصل إلى، لو أنا عندي 27 محافظة ممكن أقول إن أنا عندي 20 محافظة 22 محافظة وصل لها هذه السلع حتى الآن. محافظات الباقية هتتم الوصول السلع عليها تباعا. فبالتالي إحنا لسه بنبتدي، بس اللي أنا بطمن به المواطن بقول له حضرتك هذه المبادرة بتتيح لك هذه السلع الأساسية بنسبة تقل عن مثلها من 15% لـ25%، وإحنا مصورين ومتابعين هذا الأمر. إذا كان حصل في بعض السلاسل إن هي السلعة لم تصلها بعد، فبنقول لا، السلعة هتصلها، لأنك أنت بتتكلم على 27 محافظة. تعرف حضرتك عدد المنافذ على مستوى الجمهورية، أنا بتكلم على المنافذ الحكومية بس بتكلم على 40,000 منفذ للحكومي بس. أيوة فندم، هو بس اللي احنا بنطلبه ان انتوا تحرصوا على استقرار السعر، لانه دي مسألة مهمة. ناس انا بنقل لحضرتك شكوى وبنقل لحضرتك اخبار جهات مثلا برضو في الدولة بتحاول تساعد، زي وزارة الداخلية زي غيره بيحاولوا ينزلوا سلع زيادة لانه مفيش استقرار للسعر ده في السوق. خد بال حضرتك انه الامر لما بيزيد الناس الازمة بتشتد عليها، وبعدين انت عامل دورك كدولة ان انت قلت له انا هساعدك في الاستيراد وانا هديك الدولار اللي انت عايزه. يعني الدولة بتضحي بعملتها الصعبة، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، انت عايز تقف جنب الفئات غير القادرة. كل ده يجي فما يحصلش، فتبقى فيه مشكلة حقيقية محتاجين هذا الأمر يحصل. هو زي ما قلت لحضرتك عمرو بيه، يعني احنا بنتابع السوق جيدا، ما احناش بعاد عن السوق، عارفين ان هناك بعض التحديات في بعض المحافظات، انما اللي انا بقوله لحضرتك من اسعار انا مسؤول عنها. النهاردة كان في اجتماع على مستوى مجلس الوزراء بحضور الوزراء المعنيين والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، بتحصل مراجعات بنشوف ايه هي التحديات. لو كانت السلعة دي ما وصلتش للمنفذ ده او المتجر ده، فبنبص على التجار وشركات التعبئة عشان لكي تصلها هذه السلع. إنما الأسعار اللي أنا بقولها لحضرتك أنا مسؤول عنها.